السلام عليكم متابعين الأعزاء، سنقدم لكم اليوم الدعاء الذي اهتز له عرش الرحمن، دعاء يا ودود. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر معكم بنشر المزيد إن شاء الله. عن الحسن قال: كان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى بأبي معلق، كان تاجر يتجر بماله ومال غيره. فخرج مرة فلقي لص مقنع بالسلاح، فقال له ذلك اللص: ضع ما معك فإني قاتلك. فقال التاجر: ما تريد من دمي؟ فخذ المال. فقال اللص: فالمال فهو لي ولا أريد إلا دمك. فقال التاجر: إذن أتركني أصلي 4 ركعات. فقال اللص: صلي كما تريد. فيقول: ثم صلى 4 ركعات، فكان وهو ساجد يدعي ويقول: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وإذ هو بفارس قد أقبل بيديه حربة قد وضعها بين أذني فرسها، فلما رآها اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله. ثم أقبل إلى التاجر فقال له: قم. فقال: قمت. فقلت: من أنت بأبي وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث قيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. فقال الحسن: من توضى وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب لها.